فكرة تفضل أن يكونها الحضور عنك؟ يعني شو الفكرة اللي بتفضل أنه الحضور يكونه عنك؟ أنك فنان دبلوماسي، أنك فنان موهوب، أنك فنان متحفظ، أو فنان ذكي؟ شو الفكرة اللي بتفضل أنه يكونها الحضور عنك؟ أنك تكون دبلوماسي، موهوب، متحفظ، أو ذكي؟ صبايا برأيهم 48% أنك فنان موهوب، جوابك أنك فنان ذكي. ليه؟ ليه؟ أكيد بدي أقول لك. هو الفنان الذكي أنا مش ده، احنا قلنا أن أتمنى أن ده يقال عني، ما ليش ده، مش بتكلم عن نفسي دلوقتي، بس بقول أنا بتمنى فعلا ده. ليه؟ الفنان الذكي لازم يكون موهوب، ولازم يكون دبلوماسي، ولازم يكون عنده ذكاء اجتماعي، ولازم يكون عنده حرص وبخاف على نفسه. هي كل المجموعة اللي قيلت الأربع بنود دول أنا بكون بلخصهم في بند الرابع. فعشان كده أنا يعني علما يمكن لو كان في إلي رأي بالتصويت أنا كنت صوت الاحتمال الأول أنك فنان دبلوماسي إلى درجة كتير كبيرة. ما دبلوماسي دي دخلة برضو أن أنا أحب أكون، يعني كيكون واحد دبلوماسي بده يكون ذكي أكيد. ما يقول لك فلان ده ذكي لأنه بيعرف يعمل إيه، ما يعملش إيه، يقول إيه وما يقولش إيه، ده أكيد في إطار الذكاء. أنه عندك ذكاء حاد جدا للتهرب من الأسئلة المحرجة، يعني بتعرف دايما تبقى يعني على مسافة من كل بس من لا كل الأفريقاء، يمكن لو ما كانت قناعاتك الذاتية هي. بس لا أكذب، يعني أنا بقول الحقيقة لكن بقولها بأشكال كثيرة، يعني بعيدة عن التجهم وعن أن أنا أجرح أو نعمل أي حاجة. فعلا عمر ما حد هيلاقي لي حديث لا تلفزيوني ولا صحفي في أي تجريح لأي حد. أنا بقول الحقيقة بس بقولها في ثوب جميل. هلأ رح نقدم لك هدية. هو عازف، ملحن ومطرب بنفس الوقت، وعنده كمان ألحان تميزت جدا خصوصا مع الفنانة الكبيرة الست ماجدة الرومي، عطاها ألحان مثل أغنية كن صديقي وأغنية بسمعك بالليل. رح يسمعنا كمان أغنية جديدة لليوم مع أغنية كمان معروفة له. فخلونا نرحب سوا بالملحن الفنان المطرب عبدو منذر. الله.